السلام عليكم، اهلا بيكم في قناه ديك البرابر. النهارده هوريكم ازاي هحول الزبده النباتي لسمنه فلاحي. انا عندي نص كيلو زبده نباتي، هحط عليها نص كيلو لبن حليب من عند اللبان، بس الاول هسيحها على النار. هحطها في حله تسيح على النار في الوقت نفسه اللي انا غاليه فيه اللبن واللبن سخن. اول خطوه هحط الزبده في حله تسيح على النار. انا بسيح الزبده، ممكن لو عندك سمنه نباتيه تسيحيها، بس بيبقى عيار السمنه او عيار الزبده قد عيار اللبن. دي زبده نباتي مش زبده فلاحي. دي نص كيلو، هحط عليها نص كيلو لبن، بس لازم يكون اللبن سخن كمان. حتى لو عندك اللبن في التلاجة طلعيه سخنيه. انا لسه غالية اللبن دلوقتي. اول ما تسيح هنزل بنص كيلو لبن عليها وهوريكم هعمل ايه. انا هسيبها تسيح. هي الزبدة ساحت على النار، الزبدة النباتي انا طبعا حطها على نار واطية. هنزل بنص كيلو لبن عليها. اللبن لازم يكون سخن، لبن اللبان، ما تجيبوش لبن اكياس، لبن بخيره ولبن جهينة واللبن ده، لا احنا عايزين لبن اللبان عشان بيبقى فيه قشطة. ماشي، انا هحط نص كيلو لبن عليها واللبن سخن. بحط اللبن اهو، نص كيلو لبن سخن لسه مسخناه غليته اهو. دي اول مرحلة اللي هم هيندمجوا مع بعض وهيغلوا. هيغلي اللبن مع السمنة او الزبدة النباتي، هسيبهم يغلوا لحد ما يندمجوا ويمتزجوا مع بعض، ويبقى كأننا حاطين لبن على النار كده، كأن السمنة مش هتبان في اللبن، هيبقى باين بس اللبن. وبعد ما يغلوا جامد هبتدي اوطي بقى النار كأني بسيح زبدة فلاحي وبطلع منها المرتة. انا دلوقتي هسيبهم يغلوا اهو. الزبدة واللبن ابتدوا يغلوا، انا هوطي عليها عشان ما تفرش وتغرق الدنيا، وهفضل موطية عليها كده وسايباها تغلي على النار، وكل شوية حاجة اقلبها كده اهو. بصوا اللبن والزبدة امتزجوا مع بعض. دي زبدة نباتي، احنا اتفقنا لو عندنا سمنة نباتي نقدر نحولها لسمنة فلاحي. بنحط اللبن قد وزن السمنة او وزن الزبدة. ده نص كيلو زبدة نباتي، حطيت عليه نص كيلو لبن من عند اللبان. اتفقنا ما يكونش لبن اكياس او لبن مبستر، عشان احنا عايزين اللبن يبقى بخيره وكله قشطة وفوائده موجودة فيه. لبن اللبان بيبقى دسم وبيبقى فيه قشطة وبيبقى كل الفوائد موجودة فيه. انا حسيبها كده ومطية عليها وحاجة كل شوية اقلب فيها كده لحد ما تغلي ويبقى في القاع بتاع الحلة. هترقد حاجة كده عاملة زي المرتة، والسمنة كلها هتبقى صافية. انا هوريكم مراحل السمنة دي اللي انا هحولها من نباتية لزبدة فلاحي، هوريكم هتبقى عاملة ازاي. بصوا السمنة اهي، انا لسه سايباها على نار هادية بقالها حوالي نص ساعة او ساعة الا تلت. بصوا انا كل شوية برجع اقلبها على نار هادية. بصوا ابتدت تعمل مرتة، بس المرتة لسه بيضة اللي هي في قاع الحلة. انا قلت هيفضل في قاع الحلة المرتة، بس هيبقى لونها بني وتبقى السمنة هتبقى صافية خالص. معنى كده اللي هي اتحولت من سمن نباتي الى سمن بلدي اهي. انا دي زبدة نباتية، حطيت لها نص كيلو لبن سخن. هي كان نص كيلو زبدة نباتي، حطيت عليها نص كيلو لبن سخن، لبن لبان اتفقنا اهي. بصوا انا كل شويه باجي اقلبها. ابتدت اهي المرته تحت في الحله، انا بقلبها عشان متحرقش وعيني عليها. انا سايباها على نار هاديه على عيني الصغيره وموطيه عليها خالص. هي هتاخد وقت كبير يعني، ما تقلقيش، مش تقلقي اللي هي قعدت كتير على النار، لا هي هتاخد لها بتاع حوالي ساعه ونص ساعتين بالكتير وهتكون خلصت. احنا اهو داخلين في اول ساعة اهي، ساعة الا. انا هسيبها برضو على نار هادية لحد ما الاقي السمنة ابتدت تبقى صافية والمرتة ترقد في قاع الحلة من تحت، وبرضو هوريكم الخطوات. بصوا بعد ما عدت ساعة على السمنة بتاعتنا على النار،
بصوا اتقلت اهي بقالها ساعة، وانا كل شوية باجي اقلبها عشان ما تحرقش وما تلزقش. بصوا اهي المرطة، بس برضو لسه ما بقتش بني. اول ما المرطة تبقى بني وتبقى في قاع الحلة هتلاقوا السمنة بقت صافية، معنى كده اللي هي خلاص نطفي عليها بقى اما تبقى صافية خالص والمرطة يبقى لونها بني. برضو هوريها لكم هتبقى عاملة ازاي. اهو انا بقلبها عشان متحرقش. بصوا اهي المرطة تقلت، اهي السمنة ما كانش كده. انا برضو هسيبها تغلي على نار هادية. بصوا انا مغطية كمان العين الصغيرة، مغطياها خالص مخليها زي الشمعة كأني بشرب رز. ماشي انا هسيبها برضو شوية وهرجع لكم هشوف خدت وقت قد ايه. احنا كده بقالنا ساعة. بصوا السمنة بتاعتنا اهي بعد ساعة ونص بالظبط، بصوا بقت عاملة ازاي. اهي ابتدت بتبقى صافية شوية بس برضو لسه اهي المرطة ابتدت ترقد تحت اهي في قاع الحلة اهو زي ما انتم شايفين اهو، بس لسه برضو لسه شوية اهو. انا بقلبها برضو مش ساكتة، انا مش بسها عليها، لازم عيني تبقى عليها عشان متحرقش. اهي انا المفروض ابقى محضرة برطمان ازاز او علبة عشان اما تبرد احطها فيها. دي انا حولت السمنة النباتي او الزبدة النباتي الى سمنة بلدي. ازاي سيحت نص كيلو زبدة نباتي على النار وحطيت لها نص كيلو لبن سخن وسبتهم يندمجوا مع بعض الاول، وبعد كده وطيت عليهم النار خالص خليتها شمعة كده زي ما انتوا شايفين كأني بشرب رز. اهي النار هادية خالص. احنا كده بقالنا ساعة ونص بالظبط، ما تقلقيش هي بتاخد وقت وما تستعجليش عليها، وعينك عليها كل شوية تيجي تقلبيها. هنسيبها كمان شوية واما تخلص هوريها لكم هتبقى عاملة ازاي. اهي السمنة بتاعتنا كده تعتبر خلصت. انا هطفي عليها وهصفيها بمصفى واحطها في علبة، وعشان المرطة دي ما تنزلش في السمنة هصفيها بمصفى وهوريها لكم بعد ما احطها في العلبة هيبقى شكلها عامل ازاي. هو كده حلو قوي، لون المرطة ما يغمقش اكتر من كده عشان السمنة متحرقش ويبقى طعمها مرر. حلو قوي كده بقت سمنة فلاحي او سمنة بلدي. احنا حولنا نص كيلو زبدة نباتي لسمنة بلدي. ازاي حطينا عليها نص كيلو لبن سخن، الاول سيحنا الزبدة على النار ونزلنا عليها بنص كيلو لبن سخن. لازم يبقى عيار اللبن قد عيار السمنة النباتي او الزبدة النباتي. انا كده كفاية انا هطفي عليها بس خلاص كده. اهي السمنة بتاعتي بعد ما خلصت وصفيتها بمصفى سلك عشان احتفظ بيها في علبة وافصل عنها المرطة. اهي المرطة لازم تبقى في اللون دوت، ما تتغمقش منكم المرطة عشان لو غمقت اكتر من كده هتمرر السمنة، يبقى كده اتحرقت منكم هتأثر على طعم السمنة. ديت عبارة عن نص كيلو زبدة نباتي حولتها لسمنة بلدي. ازاي جبت نص كيلو زبدة نباتي سيحتها في الحلة، وكنت محضرة نص كيلو لبن من عند اللبان مسخناه، نزلت بلبن اللبان على الزبدة اللي انا كنت مسيحاها وسبتهم يندمجوا مع بعض وقلبتهم لحد ما ابتدوا يغلوا، وبعد كده قمت مغطية عليهم النار وسبتهم خالص، وبقيت كل شوية اجي اقلب فيهم في السمنة على النار لحد ما فصلت وبقت المرتة لوحدها والسمنة بقت صافية لوحدها، وخدت حوالي ساعة ونص او ساعتين الا. وهو ده بقى الشكل النهائي. ممكن تحتفظي بيها في الثلاجة لو الجو حر، او لو الجو برد ممكن تحتفظي بيها هي هتهدى وتمسك بعد كده، هتبقى سمنة عادي وهي سمنة فعلا بلدي في الريحة وفي الطعم. وجربوها ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في قناة جيك البرابر ولايك للفيديو. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.